يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، طالب علم درس الكتب التأصيلية في العقيدة وتعلمها، ويريد أن يدرس المطولات عند رجل ليس بسلفي لأنه لا يوجد غيره يدرس ذلك في بلده، فهل يباح له هذا الفعل؟ يكفي ما حصل عليه على علماء التوحيد، ويدعو هذا الرجل اللي يسميه أنه عالم واسع العلم، يدعوه إلى التوحيد ويبين له، فإن استجاب وامتثل الحمد لله ويطلب عليه العلم، أما إذا لم يمتثل فيبتعد عنه لئلا يؤثر عليه. نعم.